ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناتكم قناة هيلب مي تو وين، ومع فيديو جديد. طبعا هنتكلم اليوم عن منصة مهمة جدا، تقدر تعمل منها حوالي $50 الى $100، وفي ناس بتعمل $1000 يوميا من هذه المنصة. انت ومستواك ومجهودك، تابعونا ولكن بعد الفاصل. اهلا وسهلا بكم من جديد وعودة بعد الفاصل. طبعا هنتكلم اليوم عن منصة مهمة جدا، وهيبقى الجزء الاولاني وهو الجزء المدفوع، والجزء الثاني من الفيديو ان شاء الله هيبقى الجزء المجاني. يعني الناس هتحب تشتغل مدفوع على هذه المنصة، هتدفع فلوس وهتشتغل مدفوع، وهنوضح كل شيء وامتحان القبول كمان. والفيديو الثاني او الجزء الثاني هنكسب من هذه المنصة بشكل بيكون مجاني بدون ما ندفع 1 سنت. تابعونا ولكن بعد الفاصل. اهلا وسهلا بكم من جديد، وهنتابع منصتنا اليوم وهي منصه الفريلانسر دوت كوم، وهي منصه مش هقول مجانيه، هي منصه مدفوعه. اقول لك منصه مدفوعه، والتاسكات بتكون مضمونه بنسبه 100%. طبعا لو جينا نبص هنا ده الحساب الخاص بيا، ولو جينا نبص على المهام زي ما انتم شايفين 750 يورو الى 1500. المهمه دي نازله من دقيقتين، مهمه جي اي اس داتا اديتور اعمال كتابه، وممكن تصرف فيها شات جي بي تي ب $1500. ده بروجكت. طبعا هنا في ارتكل رايتنج، اعاده كتابه المقال والتصحيح اللغوي واعاده تصحيح الكلمات والحاجات دي كلها، نازله من 6 دقائق بحوالي 400 كقيمه عمله الاي ان. طبعا $250 الى $750 ده مشروع تاني، كونتنت رايتر نيدد اللي هو كتابه المحتوى. مشروعات بتكون مهمه جدا اديوكيشنال، وفي طبعا ترانسليتور، في ترانسليتور اللي هو الترجمه من اللغه الانجليزيه يونايتد كينجدوم الى يونايتد ستيت. طبعا في ارتكل رايتنج، في بروفيدنج اللي هو التصحيح اللغوي كلامنا عنه قبل كده. وفي مشروعات بتكون كبيره جدا، شايفين يا جماعه مهمات قد ايه بتكون موجوده. نيد تو بوت ماي ستوري اون فاينل درافت، عايز يعيد صياغه درافت عشان يحط الستوري بتاعه باللغه الانجليزيه، وعايز تصحيح لغوي اللي هو انجلش جرامر، محتاج رايتنج اعاده كتابه للارتكل للمقال. الحاجات دي بتكون مهمه جدا، شايفين يا جماعه الوظائف بتكون عامله ازاي، ولو صفحناها احنا محتاجين ساعه كامله. شايفين دي كلها على البروفايل بتاعي، وده ريسنت بروجكت اللي حاجات نازله على البروفايل الخاص بيا. ولكن ان ازاي ابدا في هذه المنصه، مش معقول هتعمل ساين اب وتلاقي الحاجات دي قدامك، لا، في شويه خطوات لازم تعملها. وتعالوا نعمل الخطوه الاولى. اول حاجه تعالوا نشوف الاول التسجيل، واحنا طبعا بنتكلم عن التسجيل. يعني حتى لو انت هتشتغل مجاني، في الجزء الثاني من الفيديو ده اللي هينزل غدا ان شاء الله، لازم تعمل خطوات التسجيل اللي احنا هنعملها. اول حاجه اللينك اللي انا هسيبه لك في صندوق الوصف، هتدخل عليه بمنتهى السهوله والبساطه اللي هو اللينك ده. طبعا هتلاقي طبعا هنا هتعمل طبعا بمنتهى السهوله والبساطه من كلمه ساين اب، هتعمل كونكت ويز فيسبوك، او هتدخل الايميل بتاعك. تعالوا ندخل الايميل بتاعنا اللي هو ايه بقى. اول جزئيه هندخل الايميل بتاعنا وندخل الباسورد بتاعنا بمنتهى السهوله والبساطه، وده الخطوه الاولى. وبعد كده بتضغط على كلمه جوين فريلانسر. بعد كده قال لك دخل الايميل الاسم بتاعك، دخلنا الاسم بتاعنا، قال لك ان هو مستخدم، تمام. طبعا خلاص كده تمام. وبعد كده هقول له نيكست، ده بالنسبه لليوزر نيم. وبعد كده ساين اب سكسسفولي، تم عمل الساين اب من خلال هذه المنصه. نستنى شويه كده عم يحمل الصفحه الخاصه بينا والبروفايل الخاص بينا. طبعا هنا الفريلانسر، ويلكم تو فريلانسر. طبعا اقول له جيت ستارتد، بالضغط على كلمه جيت ستارتد. انت عايز تعمل بوست جوب ولا باوس فريلانسر بروفايل ولا اكسبلور ولا حاجه، ممكن تقول سكيب مش ادنى مشكله. نستنى شويه عم يخلص، بدا يعمل لي تمام، فتح لي الصفحه الاساسيه اللي هي الموجوده دي، تمام، بمنتهى السهوله والبساطه. هاجي على الاسم بتاعي واقول له فيو بروفايل. طبعا كلمه فيو بروفايل، نستنى عم اتحمل الصفحه. بعد كده بدا يفتح لي البروفايل بتاعي بمنتهى السهوله والبساطه. طبعا هنيجي هنا، طبعا قال لك انت منين بالظبط والحاجات دي كلها، وعمل تسجيل تلقائي لبعض البيانات، ولكن احنا لازم نعمل مانجمنت لهذه البيانات.
طبعا هنا طبعا اي حاجه مكتوب فيها فيريفاي فانت لازم تعملها. طبعا هنيجي هنا هنقول له يا سيدي ايديت بروفايل، اعيد كتابه البروفايل بتاعي. لو انت عايز تكتب السامري الخاص بيك اللي انت بروفيشنال وعايز تعمل الهيد لاين، فهقول له هيد لاين وليكن مثلا هقول له انا شغال في مجال الترانسليشن، تمام، وشغال في مجال البروفيدنج. وهنا هتقول له في السامري اي ام ا بروفيشنال ان ترانسليشن اند بروفيدنج، تمام، وشغال ايضا اللي هو البي دي اف اديتور بروفيدنج، طبعا اتكلمنا عنها قبل كده. ممكن مثلا الباوربوينت بريزنتيشن رايتنج، تمام، الحاجات دي كلها يعني طبعا هتكتب حوالي 200 كلمه او 300 كلمه هنا. وطبعا الساعه بتاعتك انت ممكن تحددها له، انت ممكن اقول له انا عايز في الساعه الواحده اخد حوالي 100 دولار، في واحد تاني يقول لك لا حدد لي خليها 25 دولار في الساعه، وكبدايه خليها 25 دولار في الساعه. طبعا بالنسبه للسامري هسيبه لك في صندوق الوصف، هتكتب ايه بالظبط او من خلال شات جي بي تي مفيش ادنى مشكله. وبعد كده انت بتعمل سيف، ولكن عشان تعمل سيف لازم تكتب حاجه هنا في السامري. هقول له انا شغال في البوفيدنج، وقال لك اقل حاجه وهي 100 كاركتر 100 شخصيه، تمام. بعد كده هتيجي هنا طبعا هتخلص الجزء ده طبعا بالنسبة للبروفايل بتاعك، وعملت ايديت خلاص للبروفايل. هنيجي هنا على كلمة الايدنتيفاي، الفون نمبر هقول له فيريفاي. طبعا انت بتجي لك رسالة على التليفون، هتبص على دي، لازم تكمل على الاقل المستوى اللي هو الجود او المستوى الاكسلنت، لان كده مستواك مش هيجيب لك تاسكات. طبعا بمنتهى السهولة وببساطة هتعمل الاد فون نمبر اللي احنا شايفينها قدامنا دي، هتدخل طبعا رقم تليفونك، رقم تليفونك هيبدأ مثلا ب 100، اي رقم تليفون بيكون موجود ومتاح، وهتقول له اي ام نوت فيريفاي. وبعد كده هتعمل سند فيريفيكيشن كود، هبعت لك كود على التليفون هتدخله بمنتهى السهوله والبساطه هيقبل على طول. يبقى انت كده هتاخد حوالي 10 نقاط. وبعد كده الايميل بتاعك هتعمل اعاده تفعيل للايميل، طبعا هو هيطلب منك بعد كده. وبعد كده هتعمل كونكت ويز فيسبوك، هتفتح الفيسبوك بتاعك هتاخد 20 نقطه، وهتعمل فيريفاي ويز لينكد اي ان. طبعا انت محتاج حساب على لينكد دي اي ان ومحتاج حساب على الفيسبوك، وهتدخل تليفونك والايميل، هيجي لك رساله على الايميل وهتضغط على رابط تفعيل حسابك. هتبقى النقطة اللي هي الخاصة بديبت كارد اللي هو الإيداع في هذه المنصة، وبديك 45 نقطة، وده اللي محتاج منك فلوس. هتعمل الخطوات دي كلها، وبعد كده تعالوا نتجه مع بعض الى المنصه. طبعا هو بيقول لك هنا فوق اد بيمنت ليه، طبعا لو انت معاك فيزا معاك كريدت كارد عايز تعمل بيمنت، هو قال لك الملف بتاعك 13% فقط. طيب هيجي بعد كده ايه اللي هتعمله، انت هتدخل طبعا الفيزا بتاعتك والبطاقه بتاعتك مفيش ادنى مشكله. وطبعا هتقول لي هيخصم مني فلوس، هقول لك هيخصم منك فلوس، ولكن تعالوا مع بعض كده. اول حاجه ان هو عشان يبتدي يفتح معاك مهمات على هذه المنصه لازم تجتاز الاول امتحان اللغه الانجليزيه. انت اسئله الكويز هسيبها لك في صندوق الوصف ان شاء الله بالنسبه لهذا الامتحان. وهنا طبعا بيقول لك فيريفاي ايميل، يعني قبل اي شيء هنا بيقول لك فيريفاي للايميل قبل ما نتكلم في اي شيء. لو ضغطنا على فيريفاي ايميل هبتدي يقول لك طبعا انا بعت لك لينك طبعا من على الايميل، انت طبعا شايك لي على اللينك ده. هنفتح طبعا تنام تسجيل الدخول، استنى لما يفتح الجيميل بمنتهى السهوله والبساطه. هتلاقي موقع فريلانسر دوت كوم بعت لك رساله اهيا قال لك فيريفاي للايميل بتاعك، وهنا بتدوس على كلمه فيريفاي ايميل، يبقى انت كده فعلت حسابك على الايميل بمنتهى السهوله وبمنتهى البساطه. طبعا ايميل هاز سكسسفولي فيريفايد، تم تفعيله بنجاح. طبعا الخطوه الثانيه بعد ما فعلت الايميل قال لك هنا اد يور فول نيم، ضيف اسمك كامل هنا في هذه المنصه. طبعا هنضيف الاسم كامل، نستنى شويه كده عما تحمل او يحمل البروفايل الخاص بيك. بعد كده هندخل الاسم وليكن مثلا مصطفى، والاسم الثاني هنقول له مثلا احمد او اي حاجه، والادرس والبوستال كود والحاجات دي كلها. هتدخل بياناتك والشركه اسمها هنخليها ASCD هيلب مي تو وين، والزون واللوكيشن والحاجات دي كلها. لوكيشن هنقول له ايجيبت، تحط اي حاجه. وهنا اي ونت تو بروجكت ان ذا فولوينج لانجويج، انا عايزه في اللغه الانجليش. هتدخل هذه البيانات مفيش ادنى مشكله، وبعد كده بتضغط على كلمه سيف سيتنج، يبقى هنا سكسسفولي ابديتد بروفايل ديتيلز.
بعد كده تعالوا ندخل على الصفحة الأساسية تاني. بعد كده لو اتجهنا الى الصفحه الاساسيه من صفحه فريلانسر الاساسيه طبعا هتلاقي ان احنا عدينا 60%. انا طبعا ما عدتش في حسابي لسه اللينكد اي ان حوالي 20%، ولكن من اول 60% بيقول لك عدي لي المستوى الاولاني وهديك 20% بلس بيكونوا زياده، وهجيب لك تاسكات بتكون زياده طبعا لو ضغطنا على الباص ذا يونايتد ستيت الانجليش عشان تعدي هذا الامتحان. الصفحه طبعا هتحمل معانا. طبعا هنا قال لك الاسم اللي انا مسجل بيه، طبعا اقول لك باس ذيس اكزام تو ستارت ويننج مور عشان تكسب زياده. طيب الامتحان ده طبعا ده مسج، لو انت عايز تبعت رساله ولا حاجه او تبحث عن حاجه انا مش عايزها دلوقتي، ولكن خلي بالك انت عملت ايداع، دخلت حساب الفيزا بتاعتك او الكريدت كارد بتاعتك. هنا بيقول لك الامتحان ده قال لك بروف يور سكيلز، اثبت امكانياتك تمام، اند انكريز يور تشانس اوف ويننج جوب ذس لوكينج فور كذا. طبعا اثبت امكانياتك ومهاراتك في اللغه الانجليزيه، وقال لك بيرهابس ذيس اكزام فور $5، هتدفع $5 هيسحبه من فلوسك بتاعه الفيزا لو ضغطت هنا على على البوش بوتون ده او على المفتاح ده تمام عشان يعديك الامتحان، وبالتالي هياخد منك حوالي $5 عشان تثبت امكانياتك في اللغه الانجليزيه، وتكلفه هذا الامتحان هو $5 هتخصم من الفيزا الخاصه بيك. يبقى ده اول $5 هتدفعهم هذه المنصه عشان يجي لك تاسكات بتكون كويسه. طبعا عشان كده بنقول المنصه دي بتكون مدفوعه. الحاجه الثانيه بقى، طبعا الحاجه الثانيه تمام، طبعا لو جينا نفس هذه المنصه وطبعا قلنا هنتجه من الاسم بتاعنا البروفايل بتاعنا، لا طبعا هنيجي على اللي هو حاجه بنسميها مش بيمت شيرنج، لا طبعا اللي هو الويزدرو، لا اللي هو الاد فاند الاد. طبعا لو انت عايز تعمل ديبوزيت، عايز تعمل ايداع في هذه المنصه، الايداع بيكون ازاي؟ عشان تدفع $5 الخاصين باجتياز امتحان اللغه الانجليزيه المستوى الاولاني، وغالبا بيبقى من 3 مستويات الى 5 على حسب قوه حسابك وعلى حسب بلدك تمام. هنا طبعا بيقول لك دخل الكريدت كارد او الفيزا بتاعتك هتدخلها تمام. ممكن تستخدم البيبال، ممكن تستخدم سكريل في البنك ديبوزيت الاداء البنكي، وفي حاجه اسمها ايديال طبعا، وده بالنسبه للبيمنت. هنا طبعا بيقول لك كونفيرم اند باي $30، بيقول لك ادفع في البدايه $30 وده اللي احنا بنقول لكم عليه. طبعا ده اول ايداع في هذه المنصه بيكون $30، و$5 كمان هتعمل حسابهم الخاصين بامتحان، يعني هتدفع حوالي $35 لان في $5 خاصين بامتحان اللغه الانجليزيه اللي احنا اتكلمنا عنه اللي هو كان في الاول، وبالتالي بتضغط على كلمه الكونفيرم اند باي هتدفع الفلوس، وبعد كده هتجي لك تاسكات طبعا الفلوس دي هتجمعها كده على طول، ولكن المنصه طبعا بتكون مدفوعه. طبعا امتحان او الملف اللي هو هيديهولك في اللغه الانجليزيه، طبعا اسئله الكويز زي ما اتفقنا هتبقى موجوده في صندوق الوصف. الحاجه الثانيه طبعا اسئله الكويز انا مجمعها من كذا فيديو اجنبي على المحتوى الاجنبي الخاص بالامتحان. بالنسبه الى الامتحان ففي منصه مهمه جدا اسمها الفري سبتايتل دوت اي اي، وهي منصه تعمل بالذكاء الصناعي، وهو بيديك ملفين او بيديك ملفين، كل ملف حوالي 300 ميجا، يعني بيديك 600 ميجا بالنسبه للفايل سايز طبعا، وماكسيمم توقيت الزمن بيكون ساعه تكفي الامتحان، وهذه المنصه هتعمل الشوز للفايل الخاص بالامتحان، وهيديك طبعا النص بيكون مكتوب بشكل بيكون احترافي، والحد الاقصى انت ليك ملفين فقط في هذه المنصه، وده هيساعدك في حل الامتحان كمجال الترانسكريبشن كمجال التفريغ الصوتي. المنصات اللي احنا استخدمناها قبل كده زي السونيك زي الاوتا زي اللي احنا جمعناها قبل كده في منصه جو ترانسكريبت طبعا اللي اتوقفت او اللي لسه ما اشتغلتش حتى هذه اللحظه، ممكن تستخدم نفس هذه المنصات، ولكن هذه المنصه اعلى منهم وهي جديده وخاصه بامتحان الخاص بالفريلانسر تمام. للاجانب ينصحوا بهذه المنصه بالذات، هسيب لكم اللينك بتاعها هيكون موجود في صندوق الوصف. بعد ما تخلص الاثنين ملف دول وخلصتهم خلاص، انت ممكن تعمل حساب جديد على جوجل وتقوم واخد كمان ملفين، يا اما تدفع لو انت معاك فلوس، يعني هي دي القصه كلها. طبعا في طاقه مجانيه نكسب من خلال منصه الفريلانسر، وده هيبقى في الفيديو اللي جاي غدا ان شاء الله، وازاي تكسب بشكل بيكون مجاني بدون ما تعمل ايداع في هذه المنصه وبدون ما تدفع سنت واحد ان شاء الله. واتمنى طبعا الاستفاده للجميع والتوفيق طبعا للجميع، وده فيديو طلب مني والناس اللي بتقول عايزين حاجه بتكون مدفوعه، ادي الفيديو، ولكن هيبقى نفس الفيديو ده لازاي نكسب مجاني من هذه المنصه ولكن بدون ما ندفع سنت واحد في الجزء الثاني ان شاء الله. مع السلامه وبالتوفيق للجميع، باي باي.